النهارده انا عاوز الفرق بين وايل وهويل. وايل اللي هي بينما بقول لك ولا يوز ستادينج مام كيم، وانا بذاكر ماما جاي. وايل وير ترافلينج، واحنا مسافرين اي ميت يوسف قابلت يوسف. هوايل سو از سو جاست، اللي هي بينما بيجي ورا المدى المستمر اللي هو الباست كونتينوس تنس زين فلود باي باست سيمبل مدى بسيط. او ممكن تبقى وايل بدون فعل اللي هي بتجيب جيران دورها على طول. بقول لك وايل ايتنج اثناء الاكل زي بالرنج جراس دار. وايل سليبنج اثناء النوم شي كيم مثلا هي جايت او شي انتر ذا روم صادم اللي دخلت الاوضه فجاه، حدث مستمر في الماضي حينما قطع حدث اخر. في وايل ماضي مستمر وماضي مستمر لو الحدثين اثنين في وقت واحد لما يقطع دوم الاخر. ولا اي واز ترافلنج، وانا مسافر اي واز ليسننج تو ميوزك، كنت بسمع موسيقى. وايل شي واز ايتنج وهي بتاكل شي واز ليسننج تو ميوزك، بتسمع موسيقى مثلا. او شي واز واتشنج تي في. طيب بعد كده ماضي مستمر وين ماضي بسيط، ماضي مستمر وين ماضي بسيط. اي واز رانينج وين اي فيل، وانا بجري وقعت. I was eating، أنا كنت باكل. When I heard the noise، سمعت الضوضاء. تمام، ممكن when برضو يجي ورا ماضي مستمر. When she was studying، عندما كانت تذاكر. Her dad entered the room، باباها دخل الأوضة. بيجي بعد كده during اللي بيجي ورا الناون. بقول لك during the match أثناء المباراة. Were excited، كنا متحمسين. During the film، أثناء الفيلم. We're happy، كنا سعداء. During the film، the actor died، الممثل مات. On I and Gina for brother on meeting Yusuf and I'm coming to Yusuf I told him the news. On visiting the charity and the charity I was over the moon كنت في كلمة أغبال السعادة. يبقى وايل مدى مستمر مدى بسيط، مدى مستمر مدى مستمر لو حسين في وقت واحد لما يقطع دوم الآخر. مدى مستمر هو مدى بسيط. During you gonna know on I and Gina thank you Mr. Shu.